أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. يقال أن كل شيء قابل للانخفاض والتراجع في اليمن إلا الأسعار، وهذه حقيقة ربما باتت ثابتة لدى المواطنين. ففي وقت قياسي فقد الريال اليمني أكثر من 70% من قيمته، ومع ارتفع منسوب القلق لدى المواطنين الأكثر تضرر من ذلك في ظل اتساع دائرة الفقر وارتفاع منسوب البطالة وندرة فرص العمل. دون ما حول له ولا قوة يجد المواطن المطحون نفسه متحملا تبعات هذا التدهور الناتج ربما كما يرى البعض لفشل إداري للسياسة النقدية والمالية، وينعكس ذلك بالطبع على معيشته واستقراره النفسي هو وأسرته، ويبقى فقط مهتم بكيفية حصوله على غذاء أطفاله بسعر يستطيع أن يوفره بهذا السعر. خبراء الاقتصاد ربطوا هذا الانهيار بسوء الإدارة المصرفية للبنك المركزي وعدم تفعيل كفاءته وعدم اتخاذ أيضا تدابير عملية لحماية العملة الوطنية. بالتوازي كما يرى خبراء أيضا يكثف الانقلابيون ومعهم هوامير المتاجرة في السوق السوداء للصرافة سياسة الإفقار الممنهج باستهداف العملة المحلية واستنزاف ما يتوفر من نقد أجنبي، بل ونهب المخزون من العملات الأجنبية. عن انخفاض سعر الدولار واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وعن تلاعب الصرافين بأسعار العملة وما هو الدور المطلوب من البنك المركزي سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. نبدأ النقاش واستقبال اتصالاتكم بعد أن نشاهد التقرير التالي الذي عده الزميل عمر النهمي عن موضوع الحلقة. في الحرب يستخدم المتصارعون الورقة الاقتصادية إلى جانب الأوراق الأخرى لكسب المعركة والضغط على الطرف الآخر. الاقتصاد في اليمن مؤخرا وخلال السنوات الأربع في الحرب التي عاشتها البلاد كان حديث الشارع الأول بعد تدهور العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، والذي رافقها ارتفاع جنوني لأسعار المواد الاستهلاكية من مواد غذائية ومشتريات أخرى أساسية وكمالية أيضا. تدهور الاقتصاد في البلاد كان سببا مباشرا لإقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر وتعيين معين عبد الملك بدلا عنه كما جاء في ديباجة القرار الجمهوري. انتظر المواطنون بعد إدلاء رئيس الحكومة تصريحات حول مساعي للإصلاح الاقتصادي عساهم يلمسونها على أرض الواقع. وبعد قرابة أسبوعين انخفض سعر الدولار مقابل العملة المحلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 580 ريالا بعد أن تجاوز حاجز 700 ريال، لكن هذا الانخفاض لم يصمت كثيرا ليعود الدولار للارتفاع مجددا ليتعدى حاجز 650 ريالا. مراقبون يرجعون هذا الأمر لتلاعب الصرافين وتجار السوق السوداء ومضاربتهم بالعملة في السوق، ويرجعه آخرون للحلول المؤقتة التي تطرحها الحكومة في قائمة الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن توقف صادرات النفط والغاز. ومع الارتفاع والانخفاض في سعر العملة المحلية مقابل الدولار، لا تزال أسعار المواد الأساسية للمواطنين في تصاعد، فيما يستمر التجار في اعتماد تسعيرات جديدة أعلى من سابقاتها للسلع التي يعرضونها على المستهلكين، لتبقى لقمة المواطن معلقة بين طمع التجار المتزايد ولا مبالاة الحكومة المستمر. نبدأ باستقبال اتصالاتكم. الأخ عادل ناجي من تعز، أهلا بك عادل. أهلا، حياكم الله في قناة. عادل، مؤخرا هناك تراجع ربما في سعر صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، لكن الأسعار ظلت كما هي، لم نشهد أي انخفاض، ما تعليقك؟ والله اولا اهلا بكم في اهلا في قناه بلقيس، حياكم الله، قناه كل الثوار، قناه الحقيقه، القناه التي تهتم بقضايا الناس. بالنسبه لانخفاض الريال اليمني او انهيار الريال اليمني امام الدولار، اعتقد ان هناك طرفا ما سياسيا له مصلحه في هذا التلاعب، في تلاعب اسعار العملات وانهيار الريال اليمني. نحن في الاسبوع في بدايه الاسبوع الماضي انهار اسعار الريال اليمني نوعا ما، لكن لم نرى اي ملحوظ على من التجار، ما زال هناك تجار السوق السوداء، ما زال هناك تجار مرتكبين للاجرام اجرام انهيار الريال اليمني، يمارسون كعمليه غسيل الاموال، تشبه عمليه غسيل الاموال، وكل هذا على ظهر المواطن اليمني البسيط الذي لا يستطيع ان يشتري كيس القمح اليوم. هذا كله سببه هو تقصير من
من الحكومة، تقصير من الدولة، لا يوجد هناك رقابة. الحكومة اليمنية عملت على تأمين الريال اليمني بشكل مؤقت، وهذا لا يعني شيء، هذا على ما نسمعه في الصحف والمجلات، لكن على أرض الواقع لم نشاهد أي شيء، لم نرى أي حقيقة، كل ما رأيناه هو نفسه. التاجر كان في السابق يأخذ الكيس ربما ب 6000 ريال ويبيعه ب 7500، وارتفع الدولار إلى تجاوز 700 ريال اليمني، فكان يشتري بنفس، ربما اشترى التاجر السلعة قبل بضعة أسابيع وما زال يبيع السلعة بنفس ذلك بسعر جديد اليوم، لكن عندما انخفض لم نرى أي انخفاض، لم نرى أي شيء. هناك ربما يمكن نسميها مجرمين حرب أو قراصنة يعملون على عملية غسيل أموال حتى يظل المواطن اليمني أو الريال اليمني لا يتعافى، بسبب أن هناك مصلحة ما لطرف سياسي، أعتقد الكل يعلم هذا الطرف السياسي، قد يكون من أطراف التحالف أو طرف سياسي نوعا ما يدور وراء سياسة أخرى، فعمل على انهيار اليمني مقابل صمت الحكومة المسبق الذي لم نشاهد أي شيء منه. طيب عادل، لو تصف لنا الحالة المعيشية للناس في المنطقة التي تتواجد فيها أنت، وتأثير هذا الارتفاع في أسعار السلع على حياتهم. والله يا أخي سامي، أن هنا عندنا في المنطقة التي أتواجدنا فيها حارة يرسالها، يعني ربما لا يستطيع الشخص أن يشتري القطمة أو الكيس الصغير، القطمة الخمسة الكيلو أو العشرة الكيلو السكر أو الأرز أو كيس الدقيق القمح، بسبب أنه لا يستطيع، لا يجد شيئا ما من هذا التراجع. المواطن اليمني البسيط أخ سامي لا يستطيع أن يفعل أي شيء، المواطن يعاني، لا توجد أعمال، هناك حصار مطبق من قبل الجماعة الميليشية، بالمقابل الحكومة لم تقدم أي تسهيلات لهذا المواطن، الأعمال لا توجد على أرض الواقع، المواطن ربما مستوى دخله البسيط، حتى الموظف البسيط، الأستاذ، العسكري، الجندي، معاشه أو راتبه لا يستطيع أن يشتري فيه أي شيء مقابل هذا الارتفاع المجحف، هذا الارتفاع، هذا الغليان، هذا غليان، غليان في الأسعار، محرقة في الأسعار، ليس إلا أخي سامي هنا في منطقتنا، ربما الناس البسيط إذا أراد أن يشتري كيس قمح قد ينتهي قبل يومين، ويظل ينتظر حتى يستطيع أن يوفر قيمة هذا الكيس القمح، يظل ينتظر يومين أو ثلاثة أيام أو ربما إلى أسبوع حتى يستطيع أن يشتري هذا الكيس. هنا مأساوية بكل معنى الكلمة، ومن هنا أوجه رسالتي إلى الحكومة، لا نريد نحن إيداعات إلى البنك مقابل لا نحصل أي شيء من انخفاض في الريال، في ارتفاع يعني إعادة الروح للريال اليمني أو انخفاض في الأسعار، نحن نريد عمل على أرض الواقع، أن يكون هناك ضمير، أن يكون هناك مراقبة ذاتية، أن يكون هناك تطبيق نوعا ما على الأقل في انخفاض هذا الدولار، حتى يستطيع الناس يتعايشون مع يتعايشون في حياتهم اليومية. اليوم الناس ربما الشخص الطبيعي إذا مرض لم يستطيع أن يشتري قيمة العلاج إذا كان بسيط كأمثال هذه الحمى أو الشيء البسيط، فكيف إذا أصابه الله بشيء آخر أو أكبر من ذلك. رسالتي الحكومة أن تكون عند حسن الظن حكومتنا الموقرة وثقنا بها، وقلنا بأن التغيير هذا الذي أجراه فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي قلنا تغيير خير، وجاءنا في وسائل الإعلام تصريحات وفي البنوك هناك قرافنا، نريد أن يؤمنوا الريال في البنك المركزي اليمني، نريد أن يراقبوا هؤلاء تجار السوق السوداء والصرافين والذين يشترون بالأقواس أو بالريال اليمني ثمنا قليلا مقابل مصلحتهم الشخصية أو يخدمون طرفا سياسيا ما. أشكرك عادل من تعز. اتصال آخر من تعز أيضا الأخ عبد القوي، أهلا بك عبد القوي. أهلا وسهلا في الحارة. أخ عبد القوي، بداية لو تحاول أن تصف لنا الحالة المعيشية للناس في المنطقة التي أنت متواجد فيها، وبرأيك أيضا هل هناك تراجع في أسعار السلع مع الانخفاض الذي حصل في سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني؟ طيب عبد القوي، لو ترفع صوتك قليلا حتى نسمعك بشكل واضح. المواد الغذائية تزداد سعر الفطر بعد يوم، يا
طيب عبد القوي، هل تستطيع ترفع صوتك اكثر؟ صوتك غير واضح. الو. ايوه ايوه نريد ان طيب. طيب نعود التواصل بعبد القوي مره اخرى، نتجاوز المشكله الفنيه. اتصال اخر الاخ عبد الله الهاشمي. عبد الله اهلا بك. نعم عبد الله، تعليقك حول الوضع المعيشي للناس اليوم في المنطقه التي انت متواجد فيها، وهل شهدتم اي تراجع في اسعار السلع مع الانخفاض الذي حصل في سعر صرف العملات الاجنبيه امام الريال اليمني؟ طبعا انخفاض سعر الدولار كما يقال انه بسبب وديعه اماراتيه وما شابهها، اخشى ان تكون هذه الوديعه كالودائع التي قبلها، ينخفض سعر الدولار بشكل بسيط جدا ثم ما ينبت ان يكسر حاجزا كبيرا في قيمته، مما يجعل العمله في انهيار متسارع وتكون غير مستقره، وما يوفر بشكل كبير جدا على المواطن اليمني. طيب هل هناك تراجع في اسعار السلع مع هذا التراجع الذي حصل والتحسن في سعر الريال، هل انخفضت الاسعار؟ لا. طيب برايك ما الاسباب؟ هل طمع التجار؟ يعني الى ماذا ترجع الاسباب انت؟ المفروض انه ما دام حصل تحسن في سعر صرف الريال ان ايضا يحصل انخفاض في اسعار السلع والمواد التي ارتفعت بفعل ارتفاع سعر الدولار امام الريال. ايضا في ظل هذا الانخفاض لم نشهد اي تراجع لاسعار السلع في الاسواق، وهذا ان دل فانما يدل على ان التجار هم سبب رئيسي في هذه الازمه، وهم المستفيدين من ذلك من خلال عدم تراجع اسعار السلع بجانب انخفاض الدولار، الى جانب تلاعب الصرافين باسعار الصرف وانتشار محلات الصرافه بشكل كبير جدا، وذلك ادى الى عدم استقرار العمله عند قيمه محدده، وهذا ما جعلنا نعيش بشك وقلق من خلال التناقص المتسارع او الارتفاع العمله. المتضرر الوحيد دائما وابدا هو المواطن اليمني الذي راتبه باليمني لا يكفيه لشراء احتياجات البيت. صحيح. طيب شكرا لك عبد الله. اتصال اخر احمد الشهاب، اهلا بك احمد. احمد. طيب فقط والزملاء في الكنترول لو تعطوا ملاحظة للمشاهدين أنه فقط يسمعنا من الهاتف قبل أن يدخل على الهواء. أحمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أحمد، تعليقك حول عدم حصول انخفاض في أسعار المواد الغذائية مع التراجع الذي حصل والتحسن ربما في سعر صرف الريال اليمني، برأيك لماذا لم يحصل انخفاض في أسعار السلع والمواد الغذائية؟ أخي العزيز، طبعا يتم هبوط العملة ولم يسمع بهبوط المواد الغذائية. نوجه رسالتنا طبعا إلى تجار اليمن وإلى تجار الغزو والخيانة والاستغلال، إلى تجار الاستغلال للضعفاء والمساكين والمحتاجين، إلى تجار الحروب الشريفة، إلى تجار العمالة والنصب والتكبر والغرور، إلى تجار العاملين الخارج. ألا يوجد عندكم ضمير وإنسانية أمام الشعب اليمني الذي وصلت به الحال؟ أن يأكل من براميل القمامة؟ ألا عندكم شعور بالجوع الحانق الذي يأكل الأخضر واليابس؟ بعض النساء وصلت بهم الحال كي تبيع شرفها لكي تطعم أطفالها الذين يموتون من الجوع. ألا يوجد عندكم عار وشرف؟ ألا يوجد عندكم نخوة عروبة لماذا لم يتم هبوط الأسعار لكي تستقر الأوضاع ويتم تصحيح الأوضاع الراهنة؟ طبعا أكيد سبب كل ما يحصل في الوطن هم سبب الفتنه والفقر والجوع والمرض بعد الغيوم في درجه ثانيه بعد الحقيقه على ما يحصل الان في الهبوط الذي يصير، ولكن لا يمكن ان نشاهد عن الهبوط ابدا للاسعار الغذائيه، العملات هبوط والاسعار ماشيه كما هي. يتوقف على التجار تعديل الاسعار بعد هبوط الدولار مقابل الريال اليمني، لان مبررهم لرفع الاسعار بشكل جنوني كان ارتفاع الدولار. عليهم ان يثبتوا انهم ليسوا مستغلين ومتلاعبين بقوت الشعب اليمني، ويخفضوا الاسعار ما لم تهم من اهم اسباب تدهور الوطن وانتشار المعاناه والمجاعة فيها. ويجب على الحكومه ان كانت صادقه
إن كانت صادقة أن تحاسبهم وتتعامل معهم بمسؤولية وتبتعد على التساهل معهم، وإلا فهي من تعطيهم الضوء الأخضر لتجميع الشعب واستغلال حاجتهم. طيب أنت في منطقتك يا أحمد هل لاحظت أن هناك تراجع في أسعار المواد، يعني مراعاة ظروف الناس من قبل؟ طبعا في تجار، والله لا في أي سعر أبدا. اليوم شو تجار بجوار، يعني تجار صغار عندهم محلات تجارية صغيرة يعني بقائل، يشيلوا من التجار الأصل. أقسم لك بالله منذ 5 أيام لليوم لا يوجد الهبوط حتى ريال واحد، ما زالت الأسعار أسعار، وما زالت التسعيرة في مدة أسبوعين، وفي المدة هذه الحاضرة الآن يومنا هذا، يعني قبل أسبوع في 100 والفرد كان في 195,000، اليوم نحصل في 140 على أساس أنه هبط 55,000، ولكن لا نحصل أي ريال واحد على الهبوط الأسعار المواد الغذائية أبدا. طيب شكرا لك أحمد الشهاب، شكرا لك. الأخ ميثاق الشرجبي، أهلا بك ميثاق. اهلا وسهلا بكم. ميثاق، تعليقك حول عدم انخفاض اسعار السلع والمواد مع التحسن الذي حصل في سعر صرف الريال مقابل العملات الصعبه، برايك لماذا؟ تحسن صرف سعر الدولار امام الريال اليمني العكس، يعني تحسن صرف الريال مقابل الدولار، لكن لم تشهد الأسواق انخفاض في أسعار السلع والمواد الغذائية، ما زالت الأسعار كما هي، برأيك لماذا؟ السبب الرئيسي يكمن في غياب الدولة. أرى أن السبب الرئيسي في عدم نزول الأسعار في السوق هو غياب الدولة والحكومة والرقابة على التجار والأسعار، إنما نشاهد نزول سعر الصرف على أرقام ليس إلا، لكن هناك أجندة داخلية وأجندة خارجية مستفيدة من التلاعب بسعر الدولار والمتاجرة بقوت الشعب اليمني، وذلك لتمرير مشاريع ومصالح ضيقة سوى لأجندة داخلية كالتجار والصرافين وغيرهم، وأجندة خارجية من أجل الضغط على الشرعية والحكومة ومن أجل الرضوخ وتمرير مشاريع سياسية في وقت البلد يمر في أزمة خانقة وشعب لا يجد يعني في الرمق الأخير والنفس الأخير. أما أن يكون أو لا يكون، طيب رسالتك للحكومة، يعني ما المطلوب من الحكومة اليوم لضبط هذا الموضوع؟ يعني المطلوب من الحكومة اليمنية أن تقف إلى جوار الشعب المغلوب، ولا تكون كما كسابقاتها من الحكومات تستخدم أسلوب الشيطنة على الشعب اليمني، يعني إصدار قرارات ونزول أسعار ونزول يعني أسعار صرف الدولار والريال السعودي، مع وهي تعلم أن التجار لا زالوا يبيعون بأسعار يعني أغلى من سعر الصرف السابق. لابد للحكومة أن تقف إلى جوار الشعب وتثبيت سعر المواد الغذائية. ما يهم الشعب اليمني هو قوته، لا يهمه القرارات أو الاتخاذ الإعلامية، القرارات الإعلامية من أجل المتاجرة بقوت الشعب اليمني، لا يهمه يعني سعر الدولار، ولا كان الشعب اليمني يهتم إلى الدولار أو الريال السعودي، يهمه سعر السكر والبر والدقيق واللبن، هذا ما يهم الشعب اليمني. إذا كانت الحكومة اليمنية جادة في اتخاذ هذه القرارات، لابد أن نشهد هذا ونلمسه على الشارع ويلمسه المواطن، لأن الأسعار بدأت تنخفض، ومن واجب الحكومة أن تثبت أسعار المواد الغذائية، هذا ما يهم الشعب اليمني، لا يهم قرارات إعلامية
أو من أجل مصالح سياسية أو اقتصادية أو غيرها. طيب يا ميثاق، في المنطقة اللي أنت متواجد فيها هل لمست أي تراجع في أسعار السلع والمواد الغذائية مع التحسن الذي حصل في سعر الريال؟ لم تنزل حتى ريال واحد، ظلت الأسعار على ما هي عليه. ظلت الأسعار على ما هي، بل أن بعض التجار استخدموا سياسة الرفع، يعني لم نلمس أي شيء سوى إعلام فقط. أما أسعار المواد الغذائية يعني ارتفعت أو ظلت كما هي. شكرا لك ميثاق. اتصال من تعز، محمد، أهلا بك محمد. حياك الله أخ محمد. في البداية لو تصف لنا الحالة المعيشية للناس في المنطقة التي تتواجد فيها أنت، وهل هناك تحسن في أسعار المواد الأساسية والغذائية مع التحسن الطفيف الذي حصل في سعر صرف الريال؟ يا أخي والله بالنسبة لحال الناس في المنطقة هو كحال اليمن بأكثرها بلا شك. رغبنا يعني لم تجد غرابة في الوضع في كثير من المناطق، تجد التشابه كبير. الناس يعني يعانون ارتفاع الأسعار، خصوصا في الفترة الأخيرة قادمين، يعني لو استطعنا أن نقول من بداية السنة الهجرية يعني زادت الأسعار بشكل جنوني مع ارتفاع الصرف، وبالطبع أصبح الناس يعني قلقين على معيشتهم، ويعني يذهبون إلى الأسواق ويجدون كل يوم زيادة في الأسعار، وبالتالي أصبحت معاناتهم كبيرة ويعانون بشدة بلا شك. ذلك ما هو حال اليمنيين بسبب ظروف الحرب القائمة والأفق المسدود، يعني خصوصا أن كثير من المغتربين عادوا وكثير من الناس الذين كانوا يعملوا توقفوا، واصبحت الاوضاع بلا شك لا ريب متعبه. اما بالنسبه للتحسن الذي يعني سالت عنه، لم يحدث تحسن بلا شك لا ريب. يوم او يومين مجرد يعني تهدئه، قالوا بان الصرف نزل، ولا من الناس ربما كانوا يعني يشكون او يؤكدون بانهم سيعود، وبالفعل عاد يعني عادة ما كان، وربما يتوقع الناس أن يزيد. فلا أدري يعني من يتلاعب بمثل هذا الأمر، ومن يعني يريد لهكذا يعني ثقه الناس أن تحتاج. طيب يعني هناك اتهامات الآن أن التلاعب والمضاربة بالعملة في الأسواق السوداء، برأيك من يقف وراء هذا التلاعب؟ من مصلحته ومن المستفيد من هذا التلاعب والمضاربة بالعملة؟ هذا التلاعب يعني بلا شك ولا ريب وراءه يعني ناس اعتقد او ناس يعني متخصصون في مثل هذا الامر. هناك يعني مثلا لو ضربنا او يعني نظرنا الى فرقاء السياسه، هناك في الجانب الحوثي من يريد ان يعني السلطه الشرعيه ان تهتز، بلا شك يشتري العملات الصعبه ويدفع بها يعني في مقابلها بالاموال هذه المتكدسة عندهم التي كانت موجودة، ويأخذ العملات الصعبة إليه. كما سمعنا مؤخرا أنه يعني ضبطوا العديد من الأموال التي تهرب من المعارف وكذلك من مدن أخرى. أيضا هناك يعني صرافين الذين يعني لا هم لهم إلا الكسب، ولا هم لهم إلا يعني إكثار الأموال، ومتلاعبين بأقوات الناس ويعملون على زيادات ثم يفصلون من أجل أن يشترون العملات الصعبة ويبيعونها في الاسواق السوداء، وهكذا يستمر الامر لانه لا يوجد رقيب ولا يوجد من يحاسبهم على مثل هذا الامر. وايضا هنالك ناس يعني او ربما يعني متمسكون يعني يتلاعبون باقوات الناس وغير ذلك. ايضا يعني كثره الاشياء التافهه التي نشتريها من دول الخارج، خصوصا من الصين، التجار هؤلاء الذين يذهبون لاحضار مواد ربما لا فائده منها، كماليات يعني ويشترونها بعملات صعبة، هم من يؤدون إلى استنزاف العملات من الأسواق، وبالتالي يذهبون بها إلى من أجل أن يعودوا لنا بأشياء تافهة لا تغنى رسما من البيع، وأيضا لا رقيب ولا حسيب عليهم. شكرا لك محمد من تعز. طيب نذهب لمشاهدة بعض المشاركات التي وصلتنا حول الموضوع من خلال الواتساب.
بالعملة جانب سياسي يستخدم لتمرير التمريرات على الشعب اليمني وارتفاع العملة وانخفاضها، لأن هناك حصار قائر على الشعب اليمني يتمثل في عدم توريد المواد البترولية والغاز والمنتجات الزراعية التي كانت تورد إلى دول الجوار وترفد الخزينة الدولة بالعملة الصعبة. الآن توقفت كثير من محلات الصرافة فتحت دون تراخيص ويتعمدوا على المضاربة بالعملة. أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، أثرت على معظم الشعب اليمني. أكثر الموظفين لا يستلمون رواتب من 3 سنوات. الأسعار في ارتفاع متزايد. هناك أكثر من 18 مليون جائع باليمن. أطفال يموتون بسبب سوء التغذية. حمى الضنك، الكوليرا تفتك بالشعب. بالنسبة للبنك المركزي لا يوجد لديه أي رقابة على الصرافين. في الوقت الذي استبشر به المواطن اليمني بارتفاع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الصعبة واستعاد عافيته، استبشر المواطن اليمني أن هناك انخفاض شديد بالعملات بأسعار المواد الغذائية وأسعار بعض الأدوات. لكن نحن نتساءل أين دور الدولة في تفعيل الجانب الرقابي والبنوك ووزارة التجارة، بل تفاجأنا أن هناك تضاعفات شديدة من حيث الأسعار بل زادت أكثر مما كانت. وأنا أرى شخصيا أن السبب الرئيسي هو أسعار العملات في الأسواق السوداء أماكن الصرف التي ليس لديها أي تصريحات بالعمل في هذا المكان. موضوع انهيار العملة والانهيار الاقتصادي الذي حصل هو موضوع حساس ومهم، لأنه هو يعتبر الحرب الحقيقية. الحرب العسكرية ربما تكون محصورة مثلا في جبهات معينة أو في مناطق معينة أو تشمل فئات معينة، لكن الحرب الاقتصادية وانهيار العملة هي حرب شاملة كاملة تشمل كل شرائح المجتمع اليمني في كل أطيافه ومناطقه وتعددته. السبب الحقيقي لما وصلنا إليه من انهيار اقتصادي وانهيار العملة هي الحرب، والحرب كما قيل بأنها تأكل الأخضر واليابس. السبب في هذه الحرب هم الحوثة. الحوثة هم السبب الحقيقي. الحوثة هم من مدوا إلى ظهور حكومة شرعية هزيلة. الحكومة الشرعية الهزيلة أدت إلى ظهور مجلس انتقالي يتلاعب بالجانب الأمني والجانب الاقتصادي ما بين فترة أخرى. أيضا الحكومة الشرعية أدت إلى ظهور الهوامير من تجار وقشعين يتلاعبوا في هذا الموضوع، انتشار الصرافين بشكل كبير. المواطن المسكين هو الذي يعاني، المواطن المسكين هو الذي يعاني من ما وصلنا إليه. الأحزاب السياسية لحد الآن لم تقدم أي مقترح ولم تقوم بأي ورشة عمل أو تقدم أي رؤية للحكومة الشرعية. اللجنة الاقتصادية التي شكلت لحد الآن لم تقوم بأي عمل على الإطلاق. التحالف العربي قال بأن أمن اليمن من أمن الخليج، والأمن مش مفهوم شامل، يجب أن يكون أمن سياسي واقتصادي وعسكري أيضا من نفس الوقت. الحل المؤقت إنه مثلا يجتمع بنك عدن مع بنك صنعاء للخروج برؤية معينة، مثل ما اجتمعوا في طاولة الحوار السياسي واجتمعوا في طاولة تبادل الأسرى والجثث، يجتمعوا في الجانب الاقتصادي من أجل المواطن المسكين. كانت هذه مشاركة إذن حول الموضوع من خلال واتساب. لدينا اتصال، وضاح الأحمدي من عدن، أهلا بك وضاح. مساء الخير لك يا ولكل مساء الخير وضاح. شكرا لك وضاح. لو تصف لنا الوضع المعيشي للناس في المنطقة اللي أنت متواجد فيها، وهل هناك تحسن في أسعار السلع والمواد مع التحسن الذي حصل في سعر صرف الريال مقابل العملة الصعبة؟ طبعا في خلال اليومين الماضية كان هناك انخفاض غير مسبوق الاقتصاديين بأن إجمالي تحديات المبيعة السعودية كانت في يقارب 170 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي لتغطية واردات السلع الرئيسية، وهذا يعتبر رقم كبير خلال فترة بسيطة. لكن أن البنك المركزي اليمني خلال تصريحات له بأن التغطية السعودية والنسبة تقدر ب 60 مليون دولار شهريا خصصت طلب على الدولار بشكل كبير،
لكن الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية والسلع لم تعد أبدا، فرغم انخفاض سعر الصرف لكن انخفاض كان لمدة يوم واحد فقط اللي هو يوم الاثنين أو الثلاثاء على ما أعتقد، حيث نزل سعر الصرف السعودي إلى 155. أما بالنسبة للسعر الصرف اليوم هو تعدى 190 بالنسبة للسعودي، أما الدولار فقد تجاوز 785. طيب، هناك عدة أسباب كثيرة. بالنسبة للأسباب التي قد تكون هي تجارة حروب بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال خاصة في مدينة عدن، حيث أن التجارة بشكل غير مسبوق على مدينة عدن كثيف جدا، وهناك رجال أعمال كثيرة فتحت المراكز وبعض لكن محلات الصرافة كثير من المحلات الصرافة الجديدة ظهرت التي تقوم بأسعار الصرف، وهناك تلاعب كبير من قبل الصرافين بين نشرات البنك المركزي اليمني والتعميم الذي يصدره من بشأن أسعار الصرف، إلا أن الصرافات يمتنعون عن بيع العملة إلا بالأسعار التي يريدونها، أي أن هناك تلاعب كبير، وهذا ما يؤدي إلى زيادة معاناة جديدة على الشعب اليمني، خاصة هنا في مدينة عدن أوضاع المواطنين سيئة جدا، لكن الأمور كانت مبشرة بخير قبل يومين، لكن ما يبدو لي بأن أسعار الصرف لن تستقر أبدا طالما وإن لم توجد حل اقتصادي جذري للمشكلة. طيب، إذن هذا التلاعب الحاصل والمضاربة بأسعار العملة ربما قد يكون السبب الرئيسي في عدم حصول انخفاض، هل تعتقد أن الحكومة قادرة على فعل شيء على مكافحة والتصدي لهذه المضاربة من قبل التجار السوق السوداء؟ بداية أخي العزيز، نحن كنا نأمل بشكل كبير وما زلنا نأمل بأن الحكومة الجديدة قادرة على تفعيل دورها بشكل يعني بشكل طبيعي، ومن أجل الوقوف أمام هذا التحدي الكبير والتدهور الغير مسبوق في أسعار الصرف، من جهة أولا يجب أن يتم تفعيل أو إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية أو إدارة الرقابة المركزية في العاصمة عدن أو في بقية المحافظات، لكن في العاصمة عدن حيث أن التلاعب بشكل كبير جدا، هناك تجار يبحثون عن العملة ويقومون بشرائها من السوق السوداء بأسعار عالية جدا، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية. لكن الحكومة بيدها أولا كما قلت هي أولا تفعيل دور الرقابة المركزية بشكل يعني يلائم الوضع أو التدهور أو الأزمة الموجودة حاليا في البلد، لكي تستطيع الحكومة أيضا أن تقوم بالقضاء على مثل هذا التدهور والأزمة، هي تعتبر أزمة إنسانية بحق الشعب اليمني، تدهور الصرف كل يوم إلى ما يفوق ربما قد يصل سعر الصرف في الأيام المقبلة إلى الألف. الحكومة الأولى كانت تصدر تصريحات، وكما تعرف عقدت اجتماع اللجنة الاقتصادية، لكن لم يتم تفعيل القرارات التي تم اتخاذها ومخرجات اللجنة الاقتصادية بالشكل المطلوب. أما في خلال هذه اليومين أو اليوم تقريبا هناك تحركات من قبل محافظ عدن المعين الأستاذ أحمد سالمين، قام بزيارة إلى مركز إدارة الرقابة المركزية أيضا وأجرى بعض الاجتماعات، لكن أنا أرى بأن الحكومة يجب أن تفعل دورها بشكل مطلوب أولا وتضع مشكلة الصرف في أولوياتها، حيث أن الاستمرار في التدهور قد يسبب مجاعة كبيرة جدا. نحن في إطار دولة يعني الشرعية، أي في العاصمة المؤقتة للشرعية، ويجب أن يكون هناك رقابة شديدة، يعني استئناف على المحافظات الأخرى قد نقول هناك يعني قد يكون ليس
لديهم رقابة قوية أو غير تفعيل الأجهزة الرقابية، لكن هنا في العاصمة عدن. طيب شكرا لك وضاح، شكرا جزيلا. شكرا لك وضاح. اتصال آخر، حسن القدسي من اسطنبول، أهلا بك حسن. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وعلى طاقم قناة القيس. شكرا لك حسن. يظل هناك سؤال موجود الآن، أنه حصل ربما تحسن طفيف في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، لكن الأسعار لم تنخفض في الأسواق المحلية، والسؤال هو أين هو دور الحكومة في ضبط هذا التلاعب، في العمل على تثبيت أسعار السلع وتخفيضها ربما؟ والله أنا برأيي دور الحكومة محوري في هذه النقطة بالذات، على الصعيد إذا كانوا يشتغلوا على صعيد السياسة في الغالب هم يتركوا أو يهملوا جانب مهم جدا وهو أحوال المواطن. الآن المواطن مظلوم من عدة جهات، وخاصة مع ارتفاع الأسعار يجد المواطن نفسه بين جحيمين، بين نارين، نار الحرب ونار ارتفاع الأسعار. الحكومة من رأيي أن إذا لم تضغط على التجار في تخفيض العملة مع التحسن الطفيف في العملة مقابل الدولار في الأسبوع الأخير هذا، إذا لم تضغط فهي مهملة في أداء واجبها وأداء مهامها تجاه المواطن اللي هي في الأساس في خدمته وليس في امتصاص ما تبقى منه. لأن الحرب أهلكت الحرث والنسل، الأوضاع، الأمراض، المشاكل، الكذا، فيأتي التجار برفع الأسعار و يعني تماما ينهو الأمل الموجود عند المواطن على الأقل ممن يعني يعانوا من نفس المعاناة في الوسط اليمني. طيب اتصال آخر، أبو محمد من الحيمة، أهلا بك أبو محمد. شكرا لك حسن. ها أبو محمد، أهلا وسهلا بك. الله يحييك، كيف حالك؟ الحمد لله، أنت على الهواء. بداية لو تصف لنا الوضع المعيشي للناس في المنطقة التي أنت موجود فيها، وهل حصل تحسن في أسعار السلع، انخفضت مع انخفاض سعر العملات الأجنبية مقابل الريال؟ اشتيا إذا الناس حانا ما يخال الشانا نشتري نشترك معك. طيب أنت على الهواء، تفضل أخ أبو محمد. بس احنا مشين مع الخبز مع الريال. اخ ابو محمد، ايوه معك، تسمعني؟ ايوه بسمعك. طيب رسالتك للتجار، هم الان متهمين التجار انهم يتلاعبوا ويضاربوا بسعر العملات في السوق السوداء، رسالتك لهم مراعاه لظروف الناس؟ أخي إحنا مضايقين، ما عاد لما إحنا مضايقين جوي جوي في اليمن. طيب. ها؟ طيب. ألو ألو. شكرا لك أخ محمد من عدن. اتصل آخر لك محمد، أهلا وسهلا بك محمد. ألو. أخ محمد، يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال. نذهب لقراءة بعض التعليقات من الفيسبوك حول الموضوع. الأخ نبيل يقول هذا يعود للرقابة من مكاتب التجارة والصناعة في كل المحافظات المحررة، وهذه الإشكالية تحملها الشرعية 100%. الشكر لمكتب التجارة في مأرب الذي يراقب ويقوم بعمل تعميم بالأسعار الأساسية وكذلك أوزان الخبز والأسعار. الأخ نبيل يقول اذكرني عند ربك، هذا هو حال الريال اليمني عندما يتم صرفه بالدولار. فارس يقول لا يزال سعر الكيس الدقيق ب 16,000 ريال، لا يوجد أي انخفاض يعني. الأخ صدام يقول تلاعب التجار ومحلات الصرافة اليوم ليس في مناطق الميليشيا فقط، أيضا في مناطق الشرعية والأراضي التي يزعم أنها محررة، لم يتلاعب الصغار إلا بعد أن تلاعب فينا الكبار. الأخ أسامة يقول انخفض سعر الدولار الأحد والاثنين، عاود الارتفاع مجددا،
وخاصة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وهناك أسواق سوداء لشراء العملات في كل مناطق سيطرة الميليشيا، ما يساعد على ارتفاع أسعار الصرف. إذن كانت هذه كل المشاركات والتعليقات من خلال فيسبوك. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.